خولة بنجوم من مدينة أكادير، 24 سنة، طالبة بكلية الحقوق، فاعلة جمعوية، وفي نفس الوقت رئيسة جمعية الإيتار للتنمية والأعمال الاجتماعية. تجربتي التطوعية بدأت في 2013، أنفات بدأت في 2012 مع جمعية في مدينة أكادير اللي دامت مدة ديال سنة. من بعد انسحبت من الجمعية وبديت بطريقة مستقلة من 2013 2015. خدمت الحمد لله على مجموعة من الحالات اللي وصل العدد ديالها تقريبا ل 300 حتى 200 حالة، بين 200 حتى 300 حالة. وكانت البداية ديالي من صفحة marriagemaroccan.com اللي كتهتم بالمشاكل ديال الناس فيسبوك، كتستقبل المشاكل ديال الناس المزوجين، الناس اللي عندهم مشاكل عائليه. بقيت خدامه في 2013 ل 2015، سنتين بصوره مستقله، والحمد لله في 2015 تمكنت انني نحقق واحد الحلم من الاحلام ديالي، واللي هو تاسيس جمعيه بمدينه اكادير، وجمعيه اللي الاسم ديالها جمعيه الايثار للتنميه والاعمال الاجتماعيه. كانت البدايه الحمد لله مع مجموعه من الاخوان مشكورين على الدعم ديالهم، كانت بدايه جميله. دابا حنا في 2018، الجمعيه حققت مجموعه من الانجازات الكبيره، درنا مجموعة من المبادرات، عاوننا مجموعة ديال الناس، كنا ديما واحد ليكيب لي زوين، كنا مجموعة اللي كنقدروا نوصلوا لأهداف بغيناه، كنا ومازال الحمد لله طامئين بزاف د الحوايج مع أكثر. جمعية الإيثار والتي أرفعها الكبير والصغير، سواء في مدينة أكادير أو خارج مدينة أكادير، وهذا بفضل المحسنين، بفضل الله أولا، وبفضل المحسنين اللي ما تيبخلوش إينا بالمساهمات ديالهم. احنا فقط جسر بين المحسنين وبين المحتاجين، والحمد لله اللي ربي حطنا في هذا الطريق. كنت دزت من تجربه ديال المرض، اللي هي ماشي تجربه، ما مرضتش الحمد لله، وانما كان عندي خطا طبي اللي خلاني، وكان بين الاسباب انه نزيد الرغبه ديالي انني نعاون، لانني شفت الحاله النفسيه ديالي. رغم انني الحمد لله في عائلتي عندي امكانيات ماديه ولله الحمد، ولكن نفسيتي كانت متدهوره بزاف، كنت خايفه، كنت بزاف د الحوايج. لذلك من بعد كنقول انه الناس مساكن فاش كتلاقى الفقر مع قله الحاجه مع المرض، قله الحاجه مع المرض كتكون ما اكفس. يعني اذا حاولت انا نقص على دوك الناس اللي مرض الله يحسن العوان غير شويه ديال الدواء، ولا غير نعاونهم معنويا، وهذا كتكون واحد الحاجه زوينه. من تما بديت دقه حتى الحمد لله بداو الناس كيثقوا فيا اكثر واكثر واكثر، بديت كنخدم بصوره مستقله اكثر 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 على الحاله الاجتماعيه والانسانيه. يعني الحاله اللي جاتني كنحاول ندرسها، كنحاول نتاكد منها، لانني انا كوجه دوك الحالات ما تيمكنش لي نحط شي حاله اللي انا ما متاكداش منها. كيخصني نتاكد من دوك الناس، ولا نصيفط لهم شي واحد يتاكد ليا في شي مدينه اخرى، لانني كنخدم في المغرب كامل. والحمد لله لحد الساعه ديما الحالات اللي كيوصلوني كنقدر انني نوفر لهم مبالغ اللي كيحتاجوها، سواء تحاليل او ادويه او افريشه او عمليات. والحمد لله، وكنشكر المحسنين على التعاون ديالهم معنا. الحلم ديالي هو تاسيس مؤسسه لرعايه الايتام، اللي غتكون الاسم ديالها ان شاء الله من دابا 10 سنين، مؤسسة الإيثار لرعاية الأيتام. هذا هو الهدف ديالي، وهادشي علاش كنخدم دابا، باش ان شاء الله واحد الوقت تكون عندنا واحد المؤسسة كبيرة اللي كتضم واحد العدد كبير ديال الأيتام، ويكونوا عندهم بزاف ديال لاكتيفيتي، بزاف ديال الحوايج اللي ما كاينينش دابا في دور رعاية الأيتام او غيره. يعني تكون واحد الحاجة اللي في الشكل، يعني بحال جالس في دارهم اي حاجة بغاها غيلقاها، ما كيبقاش يحس بداك النقص ديال انه راه ما عندوش موبا. التجنيد الاجباري، انا شخصيا كون كنت في السن ديال التجنيد الاجباري ما نقدرش شخصيا، وكنت لقيت سبب باش ما نمشيش ليه. ما عرفتش الصراحه، ما عنديش فكره على الاسباب اللي خلاو الحكومه انها تصدق على هذا التجنيد الاجباري، لكن هذا هو المشكل ديالنا في المغرب. واخا ما تنبغيش نضرب في هذا الشيء، وانما انه باش يتخذوا بعض القرارات اللي حنا ما تنعرفوش علاش تخذوا، فهمتي لي؟ جون ما كيوعيوناش علاش تخذ داك القرار،
هو الا كان بالنسبه للفتيات خصو يكون نورمالمون خصو يكون اختياري. بالنسبه للدري كذلك لانه واحد الانسان اللي عنده ممكن اهداف حياته عنده بزاف الحوايج ما يمكنش تجبره يدير واحد الحاجه سورتو ان في بلاد الحريات. صراحه ما رايي ديالي انه اللي بغاه يديرو اللي ما بغاش ما يديروش. الاقل يكون واحد تشاور مع فئه من الشباب، يعني فئه من الشباب اللي واصلين تبارك الله عندنا بزاف ديال الشباب اللي عندهم واحد النيفو اللي طالع بزاف. على الاقل يكون المشاركه ديالهم في مجموعه من القرارات، لانه كاينين قطاعات. انا اللي جيت نهضر على القطاع الاجتماعي شنو خاصنا فيه، والقطاع الانساني والقطاع التضامني شنو خاصنا فيه. خاصنا فيه بزاف د الحوايج اللي حتى شي واحد ما عارفهم ولا عارفينهم وتيديروا راسهم انهم ما عارفينهمش. هذا ما تيعنيش انه نقولوا لا المغرب خايب ولا الحمد لله المغرب زوين وبلاد الامن، ولكن خاصنا بزاف ديال الحوايج نزيدو بهم نزيدوهم لقدام. وهذا الشيء غادي يكون باننا نشاركوا الشباب في صناعه القرار. هذا هو الحل بالنسبه ليا باش نشوفوا بزاف ديال الميادين اخرى بزاف ديال القطاعات اخرى شنو خاصها ونخدموا عليها. انا كمتطوعه او كفائله جمعويه عندنا اتصال كبير بالكلينيك بالمستشفيات العموميه عندنا بالاطباء بكل شيء. الاطباء على حسن الامان كل واحد كيدير جهده من الناس اللي هما عندهم ثقافه وواعيين وواصلين، وانما القطاع الصحي في المغرب راه هو واحد الحاله اللي يرتى لها، واحد الحاله اللي ما تبغيش تشوفها في بلادك، واحد الحاله اللي صعيبه بزاف. حنا الحالات اللي كيجيونا كنحاولوا انه ما امكن ما نوصلهمش للسبيطار ديال المستشفيات العموميه، يعني كنحاولوا اننا نمشيو نتقاتلوا في الفلوس باش ندخلوا واحد الحاله عندنا الكلينيك باش انها تداوى مزيان تعيش تلقى تعامل زوين اكسيتيرا. ومع ذلك في دي كلينيك كنتلاقاو بتعامل اللي تيكون بعض المرات اللي تعامل خايب وما يليقش بالانسان. هذا هو موضوع اللي خاصو بزاف ديال التفكير، خاصو بزاف ديال الخدمه. خاص الناس ديال القطاع الصحي انهم يفكروا بزاف هذا الشيء، لانه الصحه ديال الانسان ماشي لعب. كاين باغفوا شي وحدين تيكون عندهم رونديفو دان سكانير اللي تيوصل لاربع شهور خمس شهور حتى العام، الانسان راه ممكن يموت في هذيك القضيه. دي سكانير كتلقاهم خاسرين، الراديو كتلقاه خاسر، يعني ابسط حقوق اللي ممكن يستافد منها مواطن فقير مسكين ما عندوش ما كاينينش في القطاع الصحي. يعني غير سير تموت ولا سير نعس في دارك احسن من انك تمشي تكرفس ديك الكرفسه ديال السبيطارات. المقاطعه دابا ولات اسلوب حياه. انا شخصيا مقاطعه بجميع الشركات اللي تمت المقاطعه ديالهم في المقاطعه اللي كانت، وكذلك انا شخصيا مقاطعه لاي شركه كتجيني انها كتزيد في لي بري. هادي انا عندي شخصيا شي حاجه كتجيني غاليه من شي شركه ما كنبقاش نكونسومي لو برودوي ديالها. هذيك حريه شخصيه ديالي، كنمشي نقلب على برودوي اللي رخيص ولا تنقلب على شي حاجه اللي كتكون بلاصه داك لو برودوي اللي غناخذ. المقاطعه صراحه مزيانه لانه قدر الى كملنا في هذا المنهج انه حتى الشركات اللي غادي يطلعوا للمغرب مستقبلا غادي يعرفوا انه ممكن الى اكزاجيغاو لي بري، انه غادي يكون واحد المقاطعه اليوم الوغ يكون واحد ياخذوا بعين الاعتبار انه كاينين الناس ضعفاء اللي ما قادرينش على واحد المستوى ديال العيش. المهم المقاطعه بالنسبه ليا حاجه ايجابيه، واللي كنلاحظ انها تبارك الله الشعب المغربي فاش كيدير في راسو شي حاجه راه كيصليها، انه كان واحد تآزر من المغاربه كبير وزوين. كنتمنى هذا التآزر يكون في ميادين اخرى كما درتو مقاطعه نديرو حاجه اخرى اللي مثلا في القطاع الصحي او قطاع التعليم او حاجه اللي تكون نتيجتها باينه اكثر من مقاطعه، لانه الحساء كتبان لي انهم لي بخيره ما هما ما كاينش واحد سميتو. ولكن كوميم انا العزيمه والاراده ديال الشعب المغربي عجبتني انها ما تزعزعاتش وبقات ستابل، فهمتي؟ سواء تحققوا المطالب ديالنا سواء ما تحققوش حنا راه مقاطعين، وانا شخصيا مقاطعه. ككلمة أخيرة كنشكر جريدة الأيام 24 على هذا الحوار الشيق ولا هذه الفرصة لأنه يعرفون أكثر مجموعة من الناس. كنتمنى لهم التوفيق، وكنتمنى أن الناس يتطوعوا بزاف 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 لأنه في واحد الحلاوة اللي ما غاديش تحس بها تعيشها. كنتمنى انه كاع الناس كاع لي جون كاع لي عنده واحد الطاقه باقي قادر انه يعطي يحاول انه ينخرط في جمعيه ولا انه يتطوع بوحده
لانه التطوع ما منحاصرش غير في الجمعيه، وانما تقدر تزاولو اون باراليل مع الخدمه ديالك مع القرايه، تطوع غير في نهار تحيد غير الزبل من الزنقه، تقطع غير شي راجل كبير في الامر شانطي، تعطي شي مراه 5 دراهم ولا تشري لها ما تاكل. يعني التطوع هو حاجه اللي ممكن نمارسوها يوميا وما غاديش تقل علينا. يعني خص تكون فيكم هاد الميزه ديال الانسانيه والتطوع باش انه تقدروا تعيشوا واحد الحياه اللي في شكل وزوينه. وكنتمنى انه نكونوا عند حسن الظن ديال الناس اللي محتاجيننا، وكنتمنى من ان الله يقدرنا باش نعطيهم اكثر.